قصة تميز عنوانها طموح، عمرها 19 يوما، أبطالها شباب طامحون. نمضي بعزم لا نبالي، نمحو المصاعب بالكفاح، دربنا درب المعالي، به ارتقينا للنجاح. نمضي بعزم لا نبالي، نمحو المصاعب بالكفاح. تعج حكايتهم بمشاعر متناقضة. أمر قيادة الفريق في برنامج الموسم أمر مو بهين بصراحة. عندك 5 أشخاص ومن مناطق مختلفة وبطريقة تفكير مختلفة، وعندك 6 أيام أنت مفروض أنك تحضر لها يعني تحضير جيد جدا، وعندك فرق قاعدة تنافسك. فأنا كنت بعض الأحيان والله أعتب، وبعض الأحيان أرفع صوتي، يعني الله يهديهم. حبيبي بقول لك حاجة، أول شيء إحنا نجتهد على الفقرة ونجهزها ونواصل إلى الظهر، بعض أحيان نواصل، والبرنامج مدة طويلة جدا، من 5 إلى 5، يعني لو أنت ماكينة راح تطفي يعني. لكن في النهاية بعض الشباب يعني، وأنا منهم، أتحمس على بالي أني أنجح الفقرة، وفي النهاية قاعد أعمي خوي فأدمر فقرته. فقرة المدارسة يوم وكلوني الشباب بإدارة المدارسة تفاجأت حقيقة، ما عندي يعني خبرة بإدارة المناقشات والحوار، وهذا ودي يجيب فائدة وهذا ودي يجيب فائدة، وأنا ملزم بوقت، والذا بإذني يقول لي سو كذا وسو، والضيف معي، تعبت. أصعب برنامج تقدمه أنك بتبى توصل الفكرة لطفل، فلما الشباب وكلوني نمسك برنامج الطفل كيف أقنع الشباب المزعجين القلق صراحة أنهم يتعاونون معي، نحن نوصل صورة جيدة يعني وصورة إيجابية للجمهور وبالذات للأطفال. وأنا جالس على الشبة يا أخي أقول اللي عندي، أقول قصص، أقول الغاز، أسولف، أتفاجأ فقرة ورا فقرة ورا فقرة ورا فقرة، مت يا أخي. تصدق يا أخي والله لي عتب كبير أنا على فريق طموح، مسجلين شارة اليوم الأول وعندهم منشدين، مسجل إبراهيم النقيب لحاله، إيش الشغل ده؟ اللي صراحة أنا مرة زعلت، ما خلوا لي مجال أني أشتغل أي شيء، كانوا هم اللي قائمين بكل شيء بداية من الفكرة إلى التخطيط إلى التنفيذ، فيعطيهم العافية وبيض الله وجههم. أنا كان لي كبير الشرف أني اشتغلت معهم. في النهاية أهم شيء إحنا نحافظ على طريقة الأداء والمحتوى اللي يخرج للمشاهد على الشاشة، وأهم شيء رضى الله ورضى أنه المشاهدين استمتعوا معنا في هذه الفقرات، وسامحونا على الزلل والخطأ اللي بقصد وبدون قصد. وشكرا برنامج الموسم 3. الحمد لله بالأخير يعني تغلبت على الموقف، وعرفت أن الشباب حريصين على أنهم يجمعون أكبر عدد من الفائدة، واستفدت. استطعنا مع الشباب يعطيهم العافية أن احنا نوصل رسالة جميلة إيجابية للأطفال زي ما شفتوا في البرامج الماضية. الحمد لله يعني أخويانا اللي بالموسم، كل نجوم الموسم حقيقة ما قصروا معي، أنا دعموني وخلوني أقدم لو جزء بسيط من اللي عندي، وبإذن الله القادم أحلى وأجمل بإذن الله. مصلحة الفريق أول، بالعكس لا زعلت ولا شيء، أنا أول يومين كنت تعبان ومنتهي، فالأفضل مصلحة الفريق أول شيء يا أخي. هذا لا حول ولا قوة، فريق طموح أهم شيء. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.